السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير لكم واحد البات شويه بالبيستا ديال الفلفله. طريقه سهله بسيطه ولكن زوينه. غادي نديروا فيها الفلفله اللي كتكون على الحمراء والصفراء. علاش كنديروا الحمراء والصفراء؟ حيت حلوين شويه. الا درنا الخضراء كتعطي ديك المروره ديالها شويه حاره، والبصله، وكنديروا معها حتى الجبن. الجبن عندي في الثلاجه حتى نطيب هذا الشيء، عاد ندير ليها الجبن. دابا ما بغيتش نخرجها مع الحراره. دابا درت الماء كيطيب، غادي ندير فيه اي نوع ديال لي بات، اي نوع اللي بغيتي ديال لي بات كما كطيبوا نتوما لي بات. عاد عندي شويه البن، شويه ديال الملحه، لان الماء هنا طافيه، وغادي ندير شويه ديال الزيت. طريقه سهله بسيطه وزوينه. صافي، غادي ندوزو اللي غنطيبو على ما طابينا الماء مزيان. غادي ندوزو نديرو الطريقة ديال الفلفلة مع البصلة. أول حاجة غادي نديرو، غادي نخلي البقرة كتسخن على شوية. غادي نديرو بزيت زيتون اختياري. حنا هنا عندنا بزيت زيتون خاص بالطياب، لأنه يعني ماشي بحال ديال المغرب مجهد وكذا. كان عندنا حنا عندنا خاص كيديرو خاص بالطياب، ولكن كيجي حسن من الزيت العادية. جهد هكايا ديال الجمار على حسب الاختيار ديالكم نتوما. نخليها هكا المقلة كتسخن شوية، غادي نشحر البصلة، وغادي نزيدو عليها الفلفلة. صافي هادشي لي كاين. غادي نديرو أما بالنسبة للعطرية ديالها، غادي نديرو غير الملحة والبزار. صافي، لحقاش غادي نديرو ليها الريكوطا، يعني الجبن ريكوطا. مبغيناش نسمو، غنديرو فيها غير واحد الحبق إلا بغيتو ديرو فيها الحبق، ومبغيتيش مديروش فيها. هو كيعطي واحد النسمة زوينة بزاف. صافي، أما النوع ديال البطاطا لي غندير هي هدا، غندير أنايا هنايا الفرفلة، يعني فراشي. هادشي لباو الدراري، غندير ليهم هادي. وبقاو معايا حتى تشوفو الطريقة كيفاش دايرها. حتى تسخن ليا المقلة وداكشي، ونرجع ليكم تشوفو الطريقة كيفاش دايرها. هادي فيها 500 غرام، غنديرش انا كاين 500 غرام، غندير فيها غير شويه، غنخلي منها شويه. ولادي لي بات ما كيفرقنيش من بعد، كاين لي بات بزاف كندخل ليهم الخضره فيها. يعني الطريقه المعتاده ديال المطيشه مع الكفته ولا هادي، انا ضروري كندخل غير الخضره في لي بات، كتجي زوينه. هاد الطريقه شفتها عند واحد الايطاليه دارتها، عجبتني بزاف، جربتها لولادي عجبتهم. صافي، دابا هنا غادي نخلي لي بات كيطيبو، وغادي ندوز حر البصلة. نخلي البصلة هكا حتى تشد فيها الطياب وتنزل، نزيدو عليها حتى الفلفلة. العطريه غنخليوها حتى طيب الخضره، غادي ندير شويه الملح والبزار. صافي، ما غنديرش معاها حتى حاجه اخرى. لا باش ديروا حتى دريس ديال الثومه تقدروا ديروه، لكن انا ما غنديروش، لان بغيت انا النسمه ديال بغيت النكهه ديال الفلفله هي اللي تخرج. صافي، نخليها دابا هكا كيطيب. نخليو البصله هكا كطيب، ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. نخليها واحد تنزل، ونزيد عليها الفلفله، وندير لكم داكشي بالتدريج، ونرجع لكم من بعد ان شاء الله. بعد ما نزلت لنا شويه البصله، نزلت شويه على حتى الفلفله كتشد شويه طير، غادي نزيدها. الفلفله كتخرج قطعه عشوائيه، يعني ماشي ضروري تقطعها اي قطعه، تقطعها بحال هكا او تقطعها ماشي مشكل، لان كل في الاخر غادي تطحنوها.
غنبقاوها كنستمر هذا كنستمر كنحركوا فيها، نديروا لها الملح والزهر نغطيوها نخليوها تطيب حتى نديروا لها شويه طابت. نغطيوها ونخليوها تطيب على خاطرها، حتى نشوفوها هكا الا كان خاصها شويه الماء غنزيدو الماء من هاد ديال لي باك لان فيها النشا كتخلي هذا خاطره، يعني كتعطيك بحال هكا كريموزا كما كيقولوا هنا الطاهين كريموزا. تزيد عليها عالم ديال لي بات كتجي زوينة، غير جربوها. إلا كان ولادكم مكياكلوش الخضرة ديرو لهم هكا دخلو عليهم هكا هي في لي بات راه ياكلو غيستافدو منها. حولت انا من هنا للبطه الكبيره باش يطيب ليا في الفال لان تعطلنا في الفلات بالرمزو طبعا دي نزيد بحال طيب ارجع لكم من بعد ان شاء الله. بعد ما هكا غادي نزيدوها شويه كيما قلت لكم شويه ديال الماء ديال الفلات نبداها مشتتية. غادي ندير غادي نطفي عليها غادي نديرها هنا في هاد شكل الطحانة الطحانة عادية كنظن كاع الناس عندهم في الدار ديالهم الناس موجودة لأنها عملية حقيقة ما كتنفع لي أنا صافي. غادي نشتي صافي ما عندوش الطحان يدير على مولينكس غير ديال العصير. Thank you.
مازال نزيد نطحنها باش تجي جاريه. انا ما عطيتلكمش القياس، يعني القياس كيبقى على حسب الافراد الاسره ديالكم. انا درت على القياس ديال جوج كماس، طحنوها كثر كاع مزيان. غادي نشعل عليها ثاني، غادي نشعل عليها. ما غنديروش كامل، غندير غير بشويه. القياس اللي عندي جربوها، راه كتجي بنينة وزوينة. جربوها كنظن هاد الجبن موجود في المغرب، راه هو رخيص ماشي غالي، يعني نوعو شويه للدراري. ما نخليوش نديرو لهم غير اللحم مع الباطا، اللحم مع الباطا. هادو هنا في ايطاليا كينوعو، يعني كيديرو انواع ديال الخضره مع الباطا. كيما سوقت قلت لكم بغيتو ديرو حتى مع حتى الورقه ديال الحمق تقدروا ديروها، واش تكتفيو غير بهاد الطريقة هادي كتجي مزيان. صافي هكا كيجي، تخليها هكا تسخن، رجع هاد التلاجة لأنه هنا بحال سخون. صافي غادي نصفي هذا. بالنسبه لي بات ضروري انكم طيبوا لي بات وتشوفوا في الميكا ديالها شحال ديال المده ديال الطياب ديالها. دائما تبعوا الطريقه ديال الغلاف ديالها باش تجيكم على ما تجيكمش هكايا طايبه بزاف وتخسر لكم لي بات. دائما خاص لي بات طيبوها شحال ديال المده ديال الطياب ديالها كاتبينها في الساشيه ديالها.
اي نوع ديال لي باط اللي غادي دير تحت لي لي باس باكيتير تقدر ديرها اي نوع ديال لي باط اللي موجود عندكم. شويه في البوطه باش تشرب هذاك الماء ديالها تشربها مزيان صافي. اللي شافها يقول لك ما فيهاش الفلفله باش طيب بحال السومو ديال اللون ديالها رائع. فالفلفله الفلفله موجودة ورخيصة وبنينة تستغلوها في أي بلا في أي وصفة وصفات. صافي دابا هنا غنطفي عليها نخليها تبرد شوية نقدمها للدراري. غادي نجرب نشوف كيفاش دايره من ناحيه الملح ديالها وداك الشيء. بسم الله خطايا والله حتى زوين غير جربوها غتعجبكم ان شاء الله خطيره وزوينه بنينه. ولدي كيقول لي سربي سربي يا ماما خلينا ناكلو. يلا غادي نخدمها ان شاء الله ونوريكم النهايه ديالها ان شاء الله كيفاش غادي تجي.